أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أيهما أفضل لطالب العلم لبقاء علمه، تذكير الناس ووعظهم وقيامه بخطبة الجمعة؟ أيهما أفضل لطالب العلم لبقاء علمه، تذكير الناس لبقاء علمه، تذكير الناس ووعظهم وقيامه بخطبة الجمعة، أم تأليف الكتب التي تبقى بعده لسنين؟ يجمع بين هذه الأمور، هذا ما يمنعه، ما يمنع هذه الأعمال ما تمنعه من تأليف الكتب، يجمع بينها ولا يقتصر على تأليف الكتب ولا يقتصر على الخطبة أو الدعوة أو نعم.